لا يمثل جهاز الكمبيوتر بالنسبة للطفل محمود وسيلة ترفيه كما يعد لدى كثير من أقرانه، بل هو أداته لتطوير برامج إلكترونية جديدة. فموهبة محمود الذي لم يكمل بعد 15 ربيعا جعلت منه أصغر مبرمج حاسبات آلية في العالم باعتراف كبريات الشركات العالمية التي سخرت إمكانياتها لتنمية مهاراته. أنا معايا الحمد لله 5 شهادات عالمية، وأنا أصغر واحد يحصل على ال5 شهادات دول، اللي هي MCTS وMCTS 2008 وCCNA وCCNP وMCITP. يعني الشهادات دي كلها يعتبر من هيئات خاصة، اللي هو الجامعة الأمريكية، واللي هو مايكروسوفت أو سيسكو أو أيا كان، جلوبال نولج، أيا كان الشركة اللي أنا كنت بدرس فيها. لكن الرعاية المحدودة من الدولة لهذا الطفل الموهوب تعكس التراجع الحاد لموقع البحث العلمي لسنوات طويلة في أولويات الحكومات المتعاقبة، فنسبة الإنفاق على الأبحاث العلمية لم تتجاوز 2% من إجمالي الناتج المحلي، ما قد يفسر هجرة آلاف العلماء المصريين إلى الخارج بحثا عن مناخ علمي أفضل يضع أبحاثهم العلمية موضع التنفيذ. الدولة قبل كده ما كانتش مهتمة بالبحث العلمي، حضرتك عندك في وزارة الزراعة مراكز بحوث، في وزارة الري مراكز بحوث، لازم الربط بينها كلها بخطة موجهة لأولويات الدولة. وتترقب أوساط البحث العلمي انتخاب الرئيس والبرلمان القادمين لتفعيل الدستور الجديد الذي خصص لأول مرة نسبة 4% من ميزانية الدولة للإنفاق على التعليم والبحث العلمي، غير أن شكوكا تحيط بقدرة الدولة على الوفاء بهذا الالتزام في ظل عجز موازنة الدولة الذي يقدر بأكثر من 20 مليار دولار. تحقيق قفزة علمية لا يتوقف فقط على إنشاء مراكز بحثية لتطوير أبحاث تبقى حبيسة جدران المعامل، بل يتوقف بحسب خبراء على توفير التمويل اللازم والإرادة السياسية كي تتحول تلك الثروة البحثية إلى قاطرة تقود التنمية التي لا تزال حلما يراود المصريين. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.